بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي عن الفرق ما بين اللوشن والبلسم. بالنسبة للوشن او السيو او لوشن، يعني فهو الفكرة كله مثلا يعني سهل الفرد على الجلد، مضاد للاحتكاك، ترطيب وحماية. يعني انت مثلا بتفرده على الجلد، اكيد يعني مش بتفرد حاجة على الجلد عشان تهرش فيها، فهو اكيد من الطبيعي يكون ضد الهرش. البيز بتاعه مثلا بيبقى فيه مزيت كده شوية عشان يفرش ويقعد مثلا على الجلد مش زي المايه، يعني فدي نقطة. فهو يعني اكتر حاجة ترطيب وحماية للجلد، يبقى بالتالي اللوشن بيكون للجلد. اما بالنسبه للبلسم او الكونديشنر، ده بيكون للشعر. فبالتالي اللوشن للجلد، البلسم للشعر. ايه يعني ايه مميزات البلسم للشعر؟ ده بيحمي الشعر طبعا من الهيشان، لتنعيم قوام شكل الشعر، فنفس الفكره، واعاده الترطيب للشعر. فهو ده كان الفرق ما بين البلسم الكونديشنر وما بين اللوشن. بالنسبه مثلا لنقطه، مثلا يعني في ثلاث محاور بتوعنا دايما اللي بنحب نتكلم منهم، ما بين المريض، الصيدلي، شركة الأدوية. بالنسبة يعني لو قلنا مثلا المنتجات كلها ايه، يا اما مثلا اقول لك شامبو، بلسم، كريم، عندنا تاني تقريبا سيروم ولوشن وامبولات شعر وبديل الزيت والسبراي. فنفس الفكرة، يعني تقريبا احنا دلوقتي 8 حاجات او 9 حاجات، فنفس الفكرة. فدلوقتي اللي هو يعني ازاي تعرف مثلا تفضل ما بينهم، يعني المنظومة دي كلها. يعني مثلا لو قلنا ايه، لو قلنا المريض مثلا يعرف يجيب الحاجة اللي هو عايزها، الحاجة اللي تحل له المشكلة بتاعته، ده بالنسبه للمريض. الا مثلا لو كان مريض مرفه شويه، فبيجيب مثلا الحاجات دي كلها، مثلا ما فيش مشكله بالاحجام الكبيره. يعني يعني شركه مثلا لو قلنا مثلا الشامبو بتنزل منه الوسط والكبيره والصغيره، وبنشوف مثلا ده في جونسون. بالنسبه لنقطه الصيدلي وكده، ما بين مثلا تسع لاينات دول، وكل لاين فيهم شركات كتير جدا، فبيحاول مثلا يجيب الحاجه اللي تقدر تمشيه وتنظيم الموارد جوه الصيدليه. بالنسبه مثلا لشركه الدواء، فهي مثلا لما تعمل مثلا شامبو وبلسم وبديل الزيت وسبراي وكريم وسيرم ولوشن، فنفس الفكره برضو. يعني الفكره عشان تكسب، حتى مثلا برضو تعدد الاحجام عشان منها يعني لزياده الربح. يعني فاتمنى تكونوا فهمتوا الفرق ما بين البلسم واللوشن، وامتى احتاج ده وامتى مش احتاج ده. يعني فنفس الفكره. واللوشن برضو، لو انا يعني انا استخدم دلوقتي لوشن للترطيب، فدلوقتي يعني اجيبه ولا اجيب كريم؟ بالنسبه للبلسم، طب يعني اجيبه ولا اجيب بديل الزيت؟ فنفس الفكره، او اجيب شامبو بديل الزيت ولا شامبو بلسم. فدي كانت الفرق ما بين البلسم واللوشن.